يقول: ومن ذهب إلى أهل القبور وطلب منهم الدعاء والشفاعة، فهل هذا صحيح؟ الميت لا يطلب منه شيء يا أخوان، الميت ميت، الميت يدعى له، ما هو يدعى مع الله، يدعى له لأنه بحاجة إلى الدعاء، يستغفر له، يترحم عليه، ولا يطلب منه أنه أن تطلب منه أنه يدعو لك. هو ما يستطيع يدعو لنفسه، ميت ما يستطيع يدعو لنفسه، انتهى عمله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم، هذا عام كل بني آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أشياء خلفها ونظمها قبل أن يموت من أعمال الخير فهي تجري عليه. أما أنه في القبر يدعو لنفسه أو يدعو للزائر، أو هذا أمر انتهى، الميت مات وانقطع عمله، وهو بحاجة إلى أن يدعى له وأن يستغفر له، ترحم عليه ويتصدق عنه، ما هو بأنه هو الذي يدعى أو يطلب منه الدعاء. لا، سبحان الله، انتكست العقول إلى هذا الحد.